مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، صرح علمي وإنجاز حضاري منذ 34 عاما. جائزة الكويت، جائزة العلماء العرب، تواصل على مدى 31 عاما من الدعم للعلم والفكر العربي منذ عام 1979 إلى عام 2010. ترعى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال مكتب الجوائز التابع للمدير العام، ومن ضمن أهدافها السامية المنجزات العلمية للعلماء الكويتيين والعرب، حيث تمنح جوائزها سنوياً تكريماً واعترافاً وتقديراً لهم على جهودهم العلمية في سبيل رفعة وتطور العالم العربي. وفي هذا العام فاز بجوائز المؤسسة. جائزة الكويت لعام 2010 ميلادية في مجال العلوم التطبيقية، تكنولوجيا الطب الحيوي. فاز بالجائزة الأستاذ الدكتور حبيب زايدي. ولد الأستاذ الدكتور حبيب زايدي في الجزائر في عام 1967 ميلادية، حيث حصل على درجة الدكتوراه في تخصص الفيزياء الطبية من جامعة جنيف بسويسرا عام 2000 ميلادية. ويعمل أستاذاً باحثاً في مستشفى جامعة جنيف، بالإضافة إلى عمله كأستاذ غير متفرغ في جامعة جنيف، وأستاذاً زائراً في العديد من الجامعات في هولندا وألمانيا وفرنسا. وقد قام الأستاذ الدكتور حبيب زايدي خلال عمله بنشر أكثر من 280 بحثاً متخصصاً في مجال التكنولوجيا الطبية، وبالأخص ما يتعلق منها بتكنولوجيا الإشعاع وعلم الأعصاب والتصوير الإشعاعي. وقد ساهم الدكتور زايدي ومجموعته الخاصة في قسم الطب النووي في مستشفى جامعة جنيف مساهمة بالغة وفعالة في تطوير هذا العلم المتخصص ووضعه على خارطة للعلوم التطبيقية على مستوى العالم، مما وضع دولة سويسرا في مصاف الدول التي لها سبق في هذا المجال المتخصص والنادر. وقد طور الدكتور زايدي هذا العلم بشكل لافت على المستوى الدولي، إذ استطاع أن يطور نموذجاً رياضياً فريداً فعالاً لمعادلة التناثر الإشعاعي باستخدام نظام توموغرافيا الانبعاث البيزتروني PET مع نظام التصوير المغناطيسي MRI للحصول على معلومات قيمة ودقيقة على مستوى الخلايا العصبية لجسم الإنسان. كما قام أيضاً بتطوير آلات وتجهيزات حديثة لها تطبيقات عملية للتشخيص الطبي على جسم الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأستاذ زايدي يرأس ويشارك كعضو فعال في أكثر من 19 دورية علمية في مجال تخصصه. وقد رأت لجنة التحكيم أن الأستاذ زايدي يعد من الشخصيات العلمية العالمية الرائدة في مجال تخصصه، ويستحق جائزة الكويت بجدارة. جائزة معرض الكويت 35 للكتاب لعام 2010 ميلادية. أولاً في مجال أفضل كتاب مؤلف عن الكويت، كتاب الكويت في البطاقات البريدية، جمع وإعداد الأستاذ علي غلوم رئيس، الناشر مركز البحوث والدراسات الكويتية دولة الكويت. ثانياً في مجال أفضل كتاب مؤلف في العلوم باللغة العربية، كتاب الحياة في البحار والخليج العربي، تأليف الدكتور سليمان محمد المطر والأستاذ عبد الرحمن عبد الكريم يوسف والأستاذ عادل حسن الصفار، الناشر معهد الكويت للأبحاث العلمية دولة الكويت. ثالثاً في مجال أفضل كتاب مترجم إلى اللغة العربية في الفنون والآداب والإنسانيات، كتاب الترجمة فهمها وتعلمها، تأليف دانيال جيل، ترجمة الأستاذ الدكتور محمد أحمد طجو، الناشر النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود الرياض المملكة العربية السعودية. رابعاً في مجال أفضل كتاب مؤلف للطفل العربي، كتاب الأساطير الذهبية الجزء الأول والثاني، تأليف الأستاذة هدى مصطفى، الناشر الدار المصرية اللبنانية القاهرة
جمهورية مصر العربية. إيماناً من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بأهمية رعاية العلماء والباحثين وتشجيع الكفاءات العلمية المتميزة، وتشجيعاً لحملة الدكتوراه من أبناء دولة الكويت على التفرغ للبحث والدراسة والتأليف والترجمة في مختلف فروع الإنتاج العلمي، ودعماً لروح التنافس البناء بين المختصين، فقد خصصت المؤسسة جائزة الإنتاج العلمي التي فاز بها في عام 2010 ميلادية كل من الدكتور سعد علي مخصيد في مجال العلوم الطبيعية والرياضية، والدكتور عصام محمد العوضي في مجال العلوم الهندسية. أما في مجال العلوم الحياتية فقد فازت الدكتورة عفاف يعقوب الناصر، كما فاز الدكتور إبراهيم عبد العزيز المزيرعي في مجال العلوم الطبية، والدكتور عبد الله خليفة الشايجي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. جائزة الكويت، جائزة العلماء العرب، تواصل على مدى 31 عاماً من الدعم للعلم والفكر العربي.